هل يتفاقم المشهد السياسي في العراق بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية في البرلمان بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟ تساؤل أثارته الأوساط السياسية والقانونية حول الهدف من هذه الخطوة وتداعياتها على البلاد الذي يشهد انسدادا منذ 7 شهور. باحثون في الشأن العراقي يرون أن الأمور ماضية نحو التصعيد الشعبي وتعطيل الحياة السياسية، وربما يكون خيار حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة هو الأقرب، وذلك لأن أي حكومة تتشكل من دون موافقة الصدر لن تستطيع البقاء طويلا. عندما انسحب منه كتلة كبيرة تزيد على 75 مقعد، إضافة إلى أن هنالك الآخرين شركاء السيد الصدر، إذا ربما يؤيدونه أيضا بالانسحاب الحالة يكون إعادة الانتخابات هذا الطريق. لكن هنالك الطريق الذي أتوقعه وهو الأكثر الذي سيحدث، أنه الشعب العراقي والشارع العراقي قد مل هذه الطبقة السياسية وهذه الأحزاب العاملة الفاشلة طول تلك الفترة، والتي عجزت أن تؤسس تشكل حكومة تخدم مصالحه، فسوف تعود المظاهرات إلى الشارع العراقي بشكل جدا قوي. التحديات أمام الكتل السياسية التي خلت لها الساحة كقوى الإطار التنسيقي الشيعي بدأت أصعب من أي وقت مضى بسبب تحملها المسؤولية الكاملة، وهذا ما دفع بعض القيادات الحزبية والسياسية للتحرك والتأثير على مقتدى الصدر لغرض العدول عن قرار انسحابه. لكن وبحسب مراقبين أن هذه التحركات لن تقلل من خطورة الوضع السياسي الراهن والمقبل. المرحلة المقبلة سوف تشهد انسدادا سياسيا في كافة جوانبه. المتطلع للشأن السياسي في العراق حقيقة لا يمكن أن تشكل حكومة داخل قبة البرلمان دون إكمال اتفاقات السياسية بين الكتل. وفي الوقت نفسه تتحدث مصادر سياسية مقربة عن قيام رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الحزب الوطني الكردستاني لولاية ثانية برهم صالح بإطلاق مبادرة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية وتغيير موقف الصدر من خلال إرسال وفد له إلى الحنانة حيث مقر إقامته، تلافيا لمنزلق خطير قد يشهده العراق إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن. فقر فاضل بغداد اليوم.